السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد عملية تنظيف القولون من الأمور المهمة التي يجب عليك عدم إهمالها أبدا، إذ أنها تخلص الجسم من السموم والفضلات المتراكمة. يعتبر تنظيف القولون من الأمور التي يجب الاهتمام بها باستمرار، حيث أن ذلك من شأنه أن يساعد الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه بشكل حيوي وصحي. تساعد عملية تنظيف القولون بالتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتخلصه من الفضلات والسموم، خصوصا تلك التي تراكمت على مدى أشهر وسنوات، إذ أن بعض الفضلات تلتصق بجدار الأمعاء ولا تخرج مع البراز، وبالتالي تتحول إلى سموم متراكمة تضر الجسم وتسبب لك الإصابة بمشاكل وأمراض عديدة. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أفضل طريقة لتنظيف القولون في المنزل، ولكن قبل تجربة أي علاج منزلي لتطهير وتنظيف القولون، أول ما يجب عليك فعله هو استشارة الطبيب وأخذ موافقته تفاديا لأي مضاعفات قد تصاب بها. في اليوم الذي تنوي فيه القيام بتنظيف القولون يفضل أن يكون يوم إجازة لك، لأنك سترى الكثير في هذا اليوم. في بداية اليوم وصباحا وعلى الريق، قم بعمل كوب من عصير ليمونة واحدة مع القليل من ملح البحر والقليل من العسل الطبيعي في ماء فاتر، واشرب الخليط على معدة فارغة صباحا، ثم اشرب كوبا من الماء بعد تناول كوب التنظيف هذا بمدة تصل إلى نصف ساعة تقريبا. هذا الكوب سوف يشجع على زيادة حركات الأمعاء ويحسن من صحة الكبد والجهاز الهضمي ويزيل السموم المتراكمة في الجهاز الهضمي أيضا. الليمون يعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تمتلئ بفيتامين سي الذي هو بمثابة إكسير للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أن كوب عصير الليمون مع ملح البحر والعسل يطهر القولون ويخلصه من الفضلات والسموم، وبالذات التي تراكمت على مدى أشهر وسنوات. ومن المعروف كما تحدثنا أن بعض الفضلات تلتصق بجدار الأمعاء ولا تخرج مع البراز، لكن مع هذا الكوب يخرجها رغما عنها. بعد مرور 5 ساعات يمكنك تناول كوب كبير من عصير التفاح الطبيعي، حيث يعتبر التفاح من أبرز الأطعمة المعالجة لآلام الجهاز الهضمي بنسبة كبيرة، وذلك لأن التفاح يحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف الغذائية التي تمنع من إعاقة حركة الأمعاء وتساعد على تليين المعدة، هذا فضلا عن دوره في الحد من الإصابة بحالات الإمساك المزمنة المصاحبة لأعراض مرض القولون العصبي. والآن الأمر المهم خلال هذا اليوم، إذ لا يخفى على أحد الفوائد الجمة التي تتمتع بها المياه حتى بالنسبة إلى تنظيف القولون، إذ أن تناول حوالي 10 أكواب من المياه يوميا يحفز من عمل القولون بشكل طبيعي مرة أخرى، كما أن المياه تعمل على تليين الجسم وتساعد في عملية الهضم. حاول أن تتناول هذه الكمية من المياه خلال هذا اليوم، مع العلم أنك من الضروري أن تتناول هذا المعدل من أكواب المياه يوميا. هذا كان هو أبسط علاج منزلي لتنظيف القولون. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.